الصحافة أن المشاكل البيئية هي المشاكل المستقبل، على الصعيد الدولي، على الصعيد الوطني إلى آخره. لا أكثر عليكم المسابقة، طبعا أظن أنكم تكلمتوا عليها فيما يخص الطلبة وطلبة. تستهدف الطبعة الأولى لهذه المسابقة 5 فئات، وهي كالآتي: الفئة الأولى تخص المؤسسات العمومية الولائية المكلفة بتسيير مراكز الردم التقني. الفئة الثانية ستخص الشباب حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة. المسابقة مفتوحة لكل الجمعيات المعتمدة من طرف الدولة والتي حققت تجارب ميدانية فعالة في مجال التحسيس والتوعية على مستوى المحلي. سيتم فتح المسابقة لكل الإعلاميين المهنيين في مجال السمع البصري والمكتوب. بالنسبة للطلبة الجامعيين والمتخصصين في مجال الإعلام والاتصال، ستشكل هذه المسابقة فرصة كذلك للتخصص في قطاع إدارة النفايات.